أخبار جديدة بالنسبة للكيندر بايسلاخ. خلوكم معي بعد الفاصل. مرحبا أصدقائي، يسعد لي أوقاتكم يا رب، إن شاء الله دايما تكونوا بألف خير. أصدقائي، ما أعرف إذا الناس تتذكر أنه أنا منزل فيديو سابق عن الكيندر بايسلاخ وأنه رح يكون في زيادة. أول شيء ما بيعرف شو كيندر بايسلاخ، هو راتب الطفل كل 3 شهور. في ناس راسلتني أنه نحن أيمت نحصل على الكيندر بايسلاخ، بأي شهر؟ أوكي، هن بشهر 1 وبشهر 4 وبشهر 7 وبشهر 10. أوكي أصدقائي، دايما من كل أول شهر بينزل الكيندر بايسلاخ على حسابكم، شهر 1، شهر 4، شهر 7 وبشهر 10. أوكي أصدقائي، أحيانا بيصدف واحد الشهر يكون يوم سبت، ما رح ينزل يوم سبت لأنه بتكون البنوكة مسكرة سبت وأحد، فرح نضطر نستنى أو رح تضطروا تستنوا ليوم الاثنين لينزلوا، يصاب بيصدف يوم 3 شهر أو 2 شهر حسب الأيام اللي بتجي بالشهر. اوكي اصدقائي، رح يكون في زيادة 20 يورو لكل طفل. هذا الخبر الحلو، رفعوا وعرفنا قديش المبلغ، يعني يلي بيحصل مثلا من عمر مولود لعمر 5 سنين رح يحصل بدل 230.69 رح يحصل على 20 يورو زيادة، يعني تقريبا شيء 250 او 249 هيك رح يحصل، المهم 20 يورو. ومن عمر هاي رح كمان رح يحصل اكثر، واكثر هيك للعمر 17 سنة. اوكي اصدقائي، بتمنى تكونوا استفدتوا من هالفيديو، والزيادة رح تصير، وانتظرونا بفيديو ثاني. لا تنسوا الاشتراك واللايك، وحبكم كثير، باي باي.